يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا على الهجرة، وانا بطلب من الناس اللي عندهم بلوى الادمان وبلوى ان هم بيصرفوا على نفسهم وفي ملذاتهم وفي طاعة هواهم ان هم يخلوا بالهم ان هم مسؤولين عن بيوتهم، وان اول ما يسأل عنه العبد ما استرعاه الله. تعالوا نفتح صفحة جديدة، وتعالوا نتكل على الله وعلى مدد ربنا عشان يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب العون والمدد. وربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد، حتى ولو كان أساء الأدب مع مولانا، حتى لو كان هجر رحمة مولانا، ربنا سبحانه وتعالى لم يهجره، وسيفتح له أفاق وسيفتح له الأبواب. فتعالوا نبتدي مع هذه السنة المباركة، نبتدي حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ونستقبل مدد الله. ولا تيأس ولا تحزن لأن الله معك. تعالوا نتوكل على ربنا، فربنا سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة، وأبدا ما أغلق بابه أمام أحد مهما كان منه. يا رب العالمين، أعنا واجعلنا واثقين من أنك تعطينا وتكرمنا، وأن مددك منقطع عنا أبدا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.